الحمد لله الشعور لا يوصف. فرحانين بزاف كما فرحان كاع الناس اللي كيبغوا اكادير، وانا فرحان اليوم حتى هما حداش فرحناهم. والحمد لله هذا الشيء جا بعدا 90 دقيقه اللي عانينا فيها بزاف، وكما شفتوا نهضر كان يدخلوا عازم باش يتعادلوا معنا ولا يربحوا كما كيقولوا هما. قال لك فاحنا فراخ مغاربه الرجاء ولا الحسنيه مغاربه، يعني ما غاديش يعطوا الماتش لينا ولا شي حاجه. دخلوا عازمين حتى هما لعبوا ليفيكتيف باش كيلعبوا ديما وتقاتلوا معنا، ولكن الحمد لله بعزيمه تاع الدراري والجروب كله تقاتل والحمد لله على هذا الانتصار. وحنا فرحانين بزاف دزنا الربع النهائي، وان شاء الله اللي ما نمشيو بعيد في هذه المسابقه هذه، ونشوف ماتش بار ماتش نحقوا المبتغى تاعنا ان شاء الله. جاي في المباراه ديال اليوم كان على لازم نحقوا نتيجه ايجابيه، فوز ثلاث نقاط، نتسناو المباراه ديال رجاء البيضاء واوتو. الهدف التسجيل في الميدان ديالنا هنا امام اوتو خلانا نلعبوا ونتسناو الصفاره ديال الحكم ديال المقابله هذه، ونشوفوا نتيجه ديال المقابله اللي تخلينا واش نتعاملوا بالدور الثاني ولا ما تعاملوش. الحمد لله ربي ما خيبناش هذه المقابله هذه، تقدر اننا نفرحوا الجماهير ديالنا تسجل اليوم في هذه المقابله هذه. كنتمنى ان شاء الله في هذه المسابقه هذه نمشي لابعد نقطه ان شاء الله، وربي يخيبناش ان شاء الله لان كنستاهلوا عندنا لعيبه في المستوى جمهور رائع. كنتمنى ان شاء الله في الموسم هذا على الاقل نفرحوا الجمهور ديالنا بشي لقب ان شاء الله. نتمنى التاهل التاريخي، نبارك للجماهير السوسيه التاهل هذا التاهل، وان شاء الله بنوعدهم نقدم افضل في المباريات القادمه. امامنا مهمه صعبه ان شاء الله، راح نكون قدر على قدر المسؤوليه ونقدم كل ما عندنا ان شاء الله مش من اجل نفرح الجمهور ان شاء الله. فريق مغرس بركان جاء لعب الكل ما عنده ما يخسر، ديجا متاهل. كان شويه ضغط على اللاعبين كما كتعرفوا الجوله الاخيره، والانتظار ديال النتيجه ديال فريق الرجاء اللي هدا لينا كما تنقولوا انتصار، هدا لينا التاهل. الحمد لله كما شفتوا فرحه عارمه على جميع مكونات الفريق وعلى الجمهور السوسي. الحمد لله دخلنا للتاريخ من باب الواسع كما تنقولوا، وان شاء الله نفكروا في مباراه الربع، ولما لا نمشيو للابعد نقطه ممكنه ان شاء الله في الكاس هذا ان شاء الله. هذا اول حاجه، هذا انجاز تاريخي بالنسبه للحسنيه اكادير، وانا هذا حظ حالفني الحظ انني جيت كالسنه الثانيه هذه في هذا النادي، والحمد لله كسبنا الثقه ديال الجميع، وكنا في واحد المستوى ديال المسؤوليه ماشي غير اداريا، حتى تقنيا، حتى طبيا، حتى المسؤوليه اللي ملقات على اللاعبين. بالنسبه لي هذه الثمره هذه راه ديال الجميع، باش ما يقولش شي واحد راه بوحدو اللي كيخدم، هذا راه الثمره ديال الجميع. مكتب مسير مشكور، كذلك الناس ديال المستشارين، الناس ديال الجهه، الناس اللي كيساعدوا من قريب ومن بعيد. وهذا الانجاز هذا بالنسبه لي اعطاني واحد نقطه اخرى، هي ان ما بقاش الفرق الكبرى ديال المغرب اللي كنا كنسمعوا في افريقيا اللي كدير هذه الاستحقاقات، بل على العكس ولات فرق اخرى اللي غيتبصم البصمه ديالها، ومازال كنتمنى باش نبصموا بصمات اخرى اللي غيتبقى في التاريخ. بالنسبه لهذه المقابله هذه كي شفناها، الناس كانوا كيحسبوا المقابلات غيدوزوا ساهلين، بل بالعكس انا من اصعب المقابلات، دقيقه 95 باقيين كينتظروا الناس يقدر يكون فيها تعادل. بالنسبه للاعبين كان الكوتش كنشكره بزاف لانه اعطاهم واحد بين الشوطين واحد الكلمات مهمه، وهي اننا ما كيهمناش المقابله ديال الاويو مع الرجاء البيضاوي، بل كتهمنا المقابله ديالنا وبس، وخصنا ننتصروا والحمد لله تم هذاك الشيء. فانا مرتاح من واحد الجانب، ولكن ما مرتاحش كتسناني بزاف ديال الخدمه القدام، وهذا شرف كبير اننا كنشتغلوا الكرة القدم ديال المنطقه السوسيه، كره القدم الوطنيه، وحنا الان بغينا نبصموا حتى افريقيا، وكنتمنى ان شاء الله باش حدنا الحظوظ ويتنقص شويه الاعطاب، يكون كل شيء مستعد باش نفرحوا الجمهور المغربي ان شاء الله الرحمن الرحيم مستقبلا.